قومي ان شاء الله قوي جدا جدا يقدر ينافس على البطولات ويعود البطولات مره اخرى. ونتعرف من كابتن حسام على موقف المنتخب الاولمبي الفتره اللي جايه وقراره بالبقاء ولا لا. كابتن حسام مساء الخير. مساء الخير. ازيك يا حسام؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الله يخليك يا حسام. معايا الاستاذ ايهاب الخطيب. كابتن حسام تحياتي للاستاذ. تحياتي يا كابتن. ازي حضرتك؟ وحشنا يا كابتن. استاذ ايهاب الله يخليك. الله يخليك كابتن حسام. يعني مبروك البدايه على الفوز على اوغندا ذهابا وعوده, واعتقد انه يعني فوز مستحق. المنتخب الاولمبي الحمد لله مجموعه مميزه جدا, وحضرتك الحقيقه بتقود القياده الفنيه او بتتولى القياده الفنيه بشكل رائع جدا الفتره اللي فاتت. والله الله يخليك. الحمد لله. طبعا اكيد يمكن انتهاء الفتره اللي فاتت دي كانت مهمه جدا بالنسبه لنا, على اساس خطوه كبيره جدا في الهدف الاساسي وهو التأهل للأولمبياد. يمكن مباراة الدور التمهيدي دي كانت مهمة جدا, وفي الواقع يمكن زي ما شفنا بالرغم ان احنا حققنا نتيجة طيبة لكن الخصم برضو كان يعني خصم جايز جدا. لكن الحمد لله رغم الظروف الصعبة اللي احنا برضو عشناها في الفترة اللي فاتت دي للاقتباسات المحلية والأفريقية, وكان دي اللي كان طبعا عامل لي إزعاج وعدم رضا في اشياء كثيره, لكن الحمد لله مع الظروف دي وحققنا الهدف. وان شاء الله متوقع بقى الهدف الثاني باذن الله ده هيبقى شهر 12 في السنغال باذن الله ان شاء الله. كابتن حسام, يعني استشعرت ان حضرتك من خلال التصريحات يعني غير راضي عن يعني انه في الموقف المنتخب الاولمبي الفتره الجايه مع اتحاد الكوره, يعني مفيش في جدول مسابقه اوقات معينه او محدده لمعسكرات المنتخب الاولمبي, مفيش مباريات معده من قبل الاتحاد المصري للمنتخب الاولمبي عشان تقدر تعد بشكل جيد المنتخب الاولمبي. يعني حضرتك وصلت للمرحله دي ازاي وتعاملت مع الاتحاد المصري خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا في الاجتماع؟ انا عاوز اقول حاجه, طبعا الظروف كانت في منتهى الصعوبه يعني لكن انت تتخيل ان كل المعسكرات اللي احنا اقمناها يعني ما فيش تجمع في وقت محدد بيتم للعيبه كلها, لا يمكن اوقات المعسكر كانت بتبقى قليله جدا, وكنا بنعمل مثلا معسكر على 5 أو 7 أيام. اللعيبه بتيجي على 4 أفواج, لعيبه بتتجمع في نفس اليوم ولعيبه بتتجمع بعد يومين ولعيبه بتتجمع بعد 3 أيام, لعيبه بتتجمع قبل انتهاء تجمع او قبل المباراه ب 48 ساعه. فطبعا ظروف غير مناسبه خالص لاي فريق ان هو حتى يبقى فيه انسجام او فيه تركيز للهدف اللي انت بتحققه. لكن كان في الفتره الاولانيه على اساس كانت فتره معظمها وديه في مباراه وديه, برغم ان احنا برضه خدنا تصفيات بطوله الالعاب الافريقيه ولعبنا مع بروندي ولعبنا مع كينيا وتاهلنا, لكن كان نفس الظروف. فطبعا اتكررت بشكل كبير, وانا كنت طبعا مراعي جدا ان في التزامات محليه وان السنه دي كان الموسم صعب جدا وطويل, وكان مهم جدا لينا ان ينتظم الموسم وينتهي بشكل جيد, ولان كان هيبقى طبعا نقطه تحول لينا كلنا وللكره المصريه, فكان مهم الكلام ده كله, فكنت براعيه. لكن الظروف كانت صعبه جدا, وفي الغايه طبعا في يعني في المباراه النهائيه بتاعت اوغندا ان انا يبقى في مباريات في الدوري العام وناس بتجيلي قبل السفر ب 48 ساعه, فكانت الظروف صعبه جدا. وفي نفس الوقت جاهزيه اللعيبه مختلفه, في لعيبه بتشارك ولعيبه ما بتشاركش ولعيبه ما بتشاركش خالص نتيجه يعني رامي ربيع كان موجود هنا وكمل معانا وما فيش طبعا اي ارتباط لرامي, فبالتالي ما ينفعش يلعب اي مباريات. في فرق الدوري بالنسبه لها انتهى بدري قوي زي المصري, ففتره زمنيه طويله جدا, فلك ان تتخيل انت حتى التمرين اللي انت بتصممه بيبقى مختلف, مجموعه بتتمرن بشكل ومجموعه بتتمرن بشكل, بتعمل 3 وحدات او 3 مجموعات مختلفه, فكل دي كان فيها صعوبات كبيره جدا. فالحمد لله يعني يمكن اتغلبنا على المواضيع دي كلها, والحمد لله اتحقق هدف, فربنا يسهل ان شاء الله, الفتره الجايه احنا عرضنا كل كنت عايز اعرف طلبات حضرتك من الاتحاد, وهل يعني تم الاتفاق عليها؟ النهارده كان في اجتماع والحمد لله يعني وافقوا على معظم الحاجات والارتباطات اللي احنا المفروض ان شاء الله حطيناها وتوقعناها حسب الارتباطات, حسب الارتباطات للفرق المشاركه في افريقيا. طب حضرتك ممكن تطلعنا عليها كابتن حسام؟ يعني والله هو ان شاء الله باذن الله هيبقى في مباراه في خلال شهر اكتوبر ان شاء الله, وهيبقى في الطرف الاخر اتحدد كابتن حسام ولا لسه؟ لسه, لكن ان شاء الله هنحدده في خلال الايام القليله اللي جايه دي باذن الله, لكن هيبقى برضو منتظرين القرعه, لان القرعه انا بفضل ان القرعه ما تتم ان شاء الله. الفرق اللي مش موجوده معايا في المجموعه بتاعتي هي غالبا اللي انا هركز عليها والعب معاها المباراه الوديه يعني. تمام. 8 فرق هيبقى معايا 3 فرق, هيبقى في 4 فرق تانيه
مش موجوده معاه في المجموعه، ممكن فممكن إن شاء الله ممكن يبقى المباراه الوديه معاه في النهائيات، لكن ممكن دول غالبا اللي هركز عليهم واعمل معاهم المباراه الوديه باذن الله. يعني تم الاتفاق بشكل نهائي خلاص على اقامه المعسكرات ومواعيد المباراه الوديه اللي حضرتك هتشارك فيها منتخب اولمبي الفتره اللي جايه ان شاء الله. في برضه بعض الصعوبات في منتخب عسكري وبطوله العالم في المنتخب الاول برضه هيزولك بعض الصعوبات. انا عايز ارجع لحضرتك في قصه المنتخب الاول دي طبعا والجلسه مع مستر كوبر وصلت لايه؟ لا مفيش جلسه يعني انا مش هعمل جلسه مع مستر كوبر، لكن هو في ارتباطات هيبقى في بقى عن طريق المشرفين اللي موجودين، في كابتن حمد المصري، في كابتن حسن فريد، هم طبعا انا بلغت رساله ان شاء الله في الاوقات اللي هيبقى فيها ارتباطات للمنتخب لابد يبقى فيه، واحنا عندنا برضو ارتباطات لابد يبقى فيه يعني دقه في اللعيبه اللي هيختارها او هيستخدمها المنتخب الاول، يعني ما تبقاش القاعده عريضه لمجرد ان مثلا يبقى حسابات لاصابات وحسابات لاشياء اخرى فبالتالي القاعده عريضه فيحصل عندي نقص. لا هيبقى في دقه قوي على اساس ان اللعيب اللي انت فعلا محتاجه اللي فعلا هتستخدمه خده، اللي انت مش هتحتاجه مش هتستخدمه، يعني ما يتعطلش اللعيب معايا وما يتعطلش عن المنتخب بتاعه وما يتعطلش عن المشاركه وما يتعطلش ان احنا يبقى بنلعب ناقصين. فالكلام ده كله وجهات النظر هتتنقل برضه. انا قلت للكابتن احمد المصري دي وجهه نظري ولازم يعني يبقى الطرفين على وعي بيها وقاعدين بينفذوها وعارفينها يعني، فربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حسام، استاذ ايهاب الخطيب ليه تساؤل عند حضرتك. تحياتي يا كابتن حسام، ودايما بتشتغل في ظروف صعبه جدا من لحظه توليك المسؤوليه. المشاكل كانت صعبه قوي يا كابتن، الظروف صعبه، الظروف اللي جايه اصعب. يعني دوره الالعاب الافريقيه من 3 ل 18 9، منتخب مصر الاول عنده ماتش مع تشاد يوم 6 9، اهلي زمالك سموحه 11 12 13 اغسطس عندهم مباراه افريقيه. ظروفك صعبه جدا فعلا، لكن من حقك انك يبقى معاك منتخب مكتمل عشان تحقق بيه نتائج كويسه جدا، لان انت بتعد جيل لمصر كامل يا كابتن. فانا اعتقد ان الفتره الجايه محتاجه نوع من التشاور الاكتر، لان في الاخر مع احترامي لكل الشاده اللي بيسمعونا سواء كان فيهم مسؤولين او مشاهدين، المنتخب الاولمبي ليه طلبات والكابتن حسام ليه طلبات عشان نكمل انجاز ونقدر نقول ان ما نضيعش بقى. احنا بنعمل منتخب اول بشكل معين ومنتخب اولمبي، ما نقعدش نمزج هنا ونمزج هنا، لا نطول في المنتخب الاول حاجه ولا نطول في المنتخب الاولمبي حاجه. كابتن حسام طبعا انا بتفق معاك يا استاذ في الكلام دوت، ويمكن خلال اجتماع مجلس الاداره النهارده وهم لسه مبلغيني المشاركه في بطوله الالعاب الافريقيه طبعا بالنسبه لنا مستحيله طبعا، لان زي ما انا قلت وصعب جدا، لان في لعيبه خدت اجازه من فتره طويله لسه توقيتها صعب جدا، لسه هيبداوا فتره الاعداد بعدين، في ارتباطات للاهلي والزمالك، في مجموعه كبيره جدا معايا من بعض الانديه انتقلوا للاهلي والزمالك، فالقوام بقى مع الاهلي والزمالك اكتر ومشاركته في البطوله الافريقيه المنتخب الاول وارتباطه في شهر 9، فهم طبعا كان في منتهى الصعوبه ان انا اشارك في بطوله الالعاب الافريقيه. وبالفعل اتحاد الكره قرر النهارده ان منتخب 97 هيشارك، وهتبقى يعني فيها فرصه كويسه ان انا ابص على منتخب 97 وان شاء الله هروح البطوله واتفرج، لان ممكن زي ما اكتشفنا كريم نيدلو، زي ما اكتشفنا رمضان صبحي، ممكن نشوف لعيبه اخرين يخدموا المنتخب الاول ويخدمونا يعني. كابتن حسام يعني ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب الاولمبي الفتره الجايه، ولكن معلش هاخد حياتك للنادي الاهلي شويه. يعني حضرتك نجم كبير في النادي الاهلي سواء لاعب او مدير فني او حتى كمدير كره، حضرتك توليت هذا المنصب وراي حضرتك فيما يحدث في النادي الاهلي في المرحله دي. يعني نجنب شويه ان حضرتك دلوقتي مدير فني منتخب اولمبي وناخد شويه جزء من النادي الاهلي، حضرتك شايف المرحله دي في النادي الاهلي ازاي؟ في تخبط اداري شويه؟ طبعا هقول لك حاجه، طبعا انا بالنسبه لي الكلام صعب جدا يعني انت السؤال وبالنسبه لنا الاجابه صعبه جدا. انا عارف والله كابتن، ولكن يعني للصالح حضرتك بتتكلم لصالح النادي الاهلي. لكن انا عاوز اقول لك حاجه فضل. يعني هو صدقني بمنتهى الامانه بقولها، في كل الظروف المختلفه والمتباينه لابد ان انت يبقى عندك توقعات ايه اللي ممكن يحصل. يعني النادي الاهلي 11 سنه ما بيخسرش الدوري العام. احنا اوكي الحمد لله ربنا وفق النادي الاهلي في ماتش الزمالك وشيء جيد، لكن يجب ان احنا نعلم ان بعد انتهاء ماتش الزمالك برضه هتيجي ختام للدوري العام، والجماهير هتفتكر ان انت ما خدتش الدوري العام، واللعيبه هتفتكر ان هي ما قدرتش تاخد الدوري العام، فبالتالي اللعيبه هتبقى تحت ضغط شويه. فلابد يبقى هناك توقعات لبعض المتغيرات اللي قد تحدث، فلابد يبقى في توقع للكلام ده كده وفي تاهيل من بدري. يعني فاهمني في كل حاجه، في ردود الافعال، في التصرفات،
ممكن زي ما حصل مع برضو حسب الدولة العام، لكن قد تكون هناك بعض النتائج يعني بالرغم ان المباراه ما لهاش اي اهميه خلاص الدوري انتهى، لكن يبقى في رد فعل عصبيه على اللعيبه، في شد عصبي في كده، فالجهاز الفني كله والجهاز الاداري واللعيبه يبقى انت موظف نفسك بشكل كويس عشان ما تحصلش الحاجات اللي هي بسيطه اللي هي احنا مش متعودين عليها في النادي الاهلي. يعني انا بتكلم حته التوقع. توقع مع ان انا عارف ان حضرتك كابتن حسام يعني حازم جدا جدا في قراراتك، ورغم انك ما تاخدش قرارات متسرعه، وكلام حضرتك ده ليه معنى كتير كبير جدا وليه مغزى كبير جدا، انه انا مش لابد... عاوز اقوله بوضوح يعني انا مش عاوز اقوله لا هو وصلني كابتن وصلني انا بقول بشكل عام في حاجات كتير ولابد يبقى حتى قد يكون هناك راحت بعض اللعيبه في فايده في تقليل الضغط العصبي طالما ان الامور حسمت يعني انت فاهمني قصدي انا فاهم في لعيبه ليها تاريخ ولعيبه كبيره ولعيبه كذا وممكن في وقت معين ما تتقبلش حاجه وممكن وممكن تجرب ناس يعني في اشياء كثيره 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 لابد يبقى التعامل معاها بالشكل ده في نفس الوقت اذا قد حدث اي حاجه لابد يبقى في حسم تحت اي ظروف يعني لكن انا بقول لان الضغط العصبي برضه على الفرق الكبيره دي لا يجب ان احنا نعذر اللعيبه ونعذر الاجهزه الفنيه لان الضغط العصبي بيبقى كبير جدا 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 لكن لابد يبقى في توقع بقول اللي بيحدث ده فعلى اساس اللي انا بقول التوقع ده هتتجنب المشاكل اللي هي حاجه بسيطه اللي هي حصلت دي كنت ممكن تتجنبها. تعاملت كابتن حسام في النادي الاهلي كمدير كره وكمدير فني مع مجموعه كبيره جدا جدا من النجوم في النادي الاهلي ومنهم حسام غالي منهم عبد الله السعيد واعتقد ان حضرتك كان ليك يعني رؤيه معاهم او ليك تصور وضع معاهم تلك البركات طبعا مجموعه كبيره جدا يعني شايف ان الوضع دلوقتي مختلف شويه او الجهاز الاداري للنادي الاهلي والجهاز الفني مش قادر يتعامل مع مجموعه النجوم الموجوده دلوقتي رغم انه لا مش عايز اقول اقل من اللي فات ولكن يعني في مجموعه من النجوم موجوده في النادي الاهلي دلوقتي هو على طول الاهلي بيبقى فيه نجوم لكن انا بقول بس هي بتبقى المتغيرات لابد يعني يبقى زي ما انا بقول بيبقى انت بتتوقع ايه اللي ممكن يحدث ممكن تقلل ردود الافعال دي ببعض القرارات الثانيه زي ما بقول زي انت فاكر اما كنا ساعات بننهي مرحله او بيبقى فيه حسم الحاجه وحتى كان بيبقى ساعات فيه مباراه اهلي وزمالك رايح اللعيبه بتاعتها الكبيره كلها بتقلل الضغط اللي موجود عشان ما تحصلش ازمه بقلل الضغط كتير وبقلل الضغط على الجماهير يعني حاجات كان بيبقى فيها حكمه شويه كده وده مش اتهام للي موجودين دلوقتي لكن هي الحاجات دي بتيجي بالوقت وكده لكن الناس طبعا اللي موجوده دلوقتي قادر ان هي طبعا وكلهم عندهم امكانيات لكن دي اشياء بسيطه وان شاء الله هتمر بسرعه طب شايف مجلس اداره النادي الاهلي ممكن يتدخل في ده كابتن حسام ولا ده دور اصيل للجهاز الجهاز الكره المناسب يتدخل بالشكل المناسب وبالشكل اللي يليق بمجلس الاداره لان انت ما تقدرش برضه في النادي الاهلي تتدخل بشكل مباشر لان سياسه الفصل دي لابد تبقى موجوده لكن لابد ان انت تتابع لابد ان انت تبقى أفر على المواضيع دي كلها وتبقى تحت ايدك لكن باسلوب معين وبشكل معين لان كما اعتدنا على مجلس اداره النادي الاهلي بيبقى فيه فصل في كل حاجه لكن اعتقد ان هو برضه بيتابع وبيشوف وبيوجه النصيحه ودي معلومات يعني هو بيوجه النصيحه طبعا وبيت النصيحه وهي انا بقول لك دي سحابه بسيطه يعني هتعدي كده ان شاء الله طيب باذن الله ومجرد ان شاء الله بس ان شاء الله كابتن حسام معلش سؤالي الاخير انا عارف ان طولت على حضرتك ولكن عشان نحسم القصه دي لانه يعني ناس كثيره جدا بتتكلم فيها هل يعني تصريحات حضرتك بانه في مشاكل في المنتخب الاولمبي في الفترات اللي فاتت ده معناه انه حضرتك في نيه لتولي المسؤوليه في النادي الاهلي او في كلام من مجلس اداره النادي الاهلي مع حضرتك؟ ماشيين كويس بقى معلش يا كابتن حسام انا عايز احسم الامور دي مع جمهور النادي الاهلي او جمهور مصر الحقيقه لانه في كلام كتير جدا على المواقع وبعض الصحف والله في هذا الكلام انا بقول لك يعني زي ما بنقول احنا بنقول كله كلام وفي نفس الوقت انا طبعا مش كل الكلام بيبقى عندي ومش كل الاقتراحات بتبقى عندي مش كل المعلومات بتبقى عندي فكل حاجه في وقتها يعني انا ربنا يسهل بشكرك ان انا كنت موجود معاك بشكرك يا كابتن حسام بشكرك جدا كابتن حسام البدري طبعا مدير فني المنتخب الاولمبي واحد نجوم النادي الاهلي والحقيقه طبعا يعني لو حضرتك عايز تعقب سريعا على كده.